ده تليفون بيضرب. طب ردي بسرعه يمكن حد من اهله تقول لي ايه اللي حصل. لا 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 ما اقدرش يا سلمى. هاتي رد. الو ايوه صدق الله العظيم بتقول ايه؟ بتكلمه على الموبايل. ردت عليا واحده وقالت لي ان هو اتضرب عليه نار في المستشفى. نار عمر لا حول ولا قوه الا بالله. عمر اخويا قالت لك مين دي واني مستشفى؟ ما اعرفش انا خدت عنوان المستشفى. يلا لا اله الا الله. هتروحي كده؟ اللهم لا اسالك رد القضاء ولا لكن اسالك اللطف فيا يا عمر. لا نروح مستشفى مفيش وقت. هتروحي كده؟ انا هروح فين؟ ما ينفعش تروحي كده. مالك مش قادره اقف على حياتي. طب اقعدي.